الله يديم خلق. رخص الجماعه تنوض، الجماعه القرويه والناس ينوضوا، الناس اللي اهاليهم مدفونين تما يجيو يزوروهم كل خميس وجمعه ونقيو بلايصهم. ما نستناوش حنا كاع الجماعه تنقي لينا نقوا ريوسنا، راه حرام هادشي والله عيب وعار. راه الحرمه الموتى راه ضروري، خص الحراسه عليها ضروري، راه عيب وعار. نشوفوا مثلا الروضات الاخرين بحال ديال اليهود والمسيح عندهم الحارس ديالهم منظمين نقيين، وحنا اللي مسلمين يا حسره مهمشين الموتى ديالنا، راه عيب وعار. ما خصش هادشي يكون كاع. دير واحد جوج اربعه الحساسه في كل روضه في فاش جاتو كاع، وتبقى القضيه منظمه والله السكيري لا تخليها. روضه الغفران الانسان كي تمي جاي للروضه كيبدا كيلقى الزبل، كيلقى بزاف ديال الحوايج تمايا، القبر ما بقاش كيبان، الناس مسؤولين فينا هما، خصهم هاد الناس مسؤولين ينقيو داك الشيء ويقادوا داك الشيء باش الناس يتميو جايين يجي يلقى القبر باش يزور الناس اللي سميتو اللي داك الميت المرحوم اللي غيزورو، لان هادشي كيتحملو المسؤولين ديال الناس اللي مسؤولين على الروضه هما اللي كيتحملو المسؤوليه. هذاك الشيء ما خصوش يبقى، هذاك الشيء ما خصوش يبقى، لان تمانين اللي كيكون الميت وداك الشيء كيكرهوا دوك الناس بداك داك الشيء ديال هذا الشيء ديال الطليب وكذا، لان فيها بزاف ديال الحوايج، لان ما عرفوش غادي يزوروا الميت ولا يبقاو يتناقلوا مع دوك الناس اللي تما في الروضه. هو تعرف ديالنا اللي ما تيتهلاوش في هذاك الشيء، خاطر حنا لابد نمشيو نقيهم ونصيبوهم ونخسروا عليهم، وحتى الدخله ما يخلوكش تدخل على خاطرك الطلابه وشحال من الحاجه عين تفهم منك يجي يدور بك من هنا يدور بك من هنا، ما تعرف اش تدير، تولي تخاف على جيوبك.